أهلا بكم من جديد. فتحت مراكز الدعم ورعاية الأطفال في اليمن فصولا إضافية لاستقبال العشرات من الأطفال المتأثرين بالحرب وتقديم برامج التأهيل النفسي والسلوكي لهم بالاستعانة ببعض المختصين والمتطوعين. يتردد الطفل ليث ذو الأعوام العشرة برفقة بعض أقاربه على أحد مراكز الطب النفسي والرعاية الأسرية للحصول على الإرشادات والبرامج التي تساعده على تجاوز المخاوف من أجواء الحرب وأصوات الانفجارات والطائرات التي تلازمه طوال اليوم. أخاف من صوت الطيارات لأنها تقصف البيوت والمنازل ويموتون الناس والأطفال، والآن أي صوت مرتفع كالألعاب النارية أخاف منها. كثير من مراكز الدعم والرعاية فتحت فصولا إضافية خاصة لاستقبال العشرات من الأطفال المتأثرين بالحرب وتقديم برامج التأهيل النفسي والسلوكي لهم بالاستعانة ببعض المختصين والمتطوعين. حالات كثيرة جاءت لنا الذي تأثروا بالحرب، سواء كان من تأثر من ناحية اللي هو السم، فيكون عندهم نتيجة للضربات يعني للصواريخ والقذائف، فيكون عندهم فقد في السم، أيضا نتيجة للخوف والرهبة. الرهبة من أجواء الحرب لدى الأطفال حولت أيامهم إلى خوف دائم وخلفت عددا من الأمراض ذات الصلة كفقدان السمع وتعثر الكلام والتبول غير الإرادي وغيرها كما يقول المختصون. بعض الأطفال ظهر عندهم كرب ما بعد الصدمة، وهذا يتمثل في خوف شديد وأحلام وكوابيس متكررة كل يوم ومعايشة للحدث كأنه يحدث أمام الطفل، أيضا حالات الخوف. لم يكن في الحسبان أن تفرض الحرب عبئا جديدا على واقع الطفولة ومؤسسات الرعاية الأسرية التي تفتقر في الغالب إلى الوسائل الحديثة والبرامج المتطورة ولا تستطيع مواكبة الزيادات الملحوظة في أعداد الأطفال المتضررين. لم تستثني الحرب وتبعاتها أيا من اليمنيين، لكن الأطفال هم الأكثر عرضة لتلك التأثيرات، تأثيرات تتنوع بين نفسية وجسدية وسلوكية، ويحذر مختصون من خروجها عن السيطرة وعدم القدرة على التعاطي معها مستقبلا. خليل القاهري، العربي، صنعاء.